لكن نروح بقى للمتخصصين بشكل اكبر في هذه القضيه، ونروح لواحد من اهم رؤساء قطاعات الناشئين في مصر، الكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بنادي انبي. تحياتي ليك يا كابتن محمد. الو الو كابتن محمد اسماعيل، ازي حضرتك؟ منور قناه الاهلي. ربنا يبارك فيك يا كابتن اسامه، كل سنه وانت طيب ومصر كلها بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. وحياك طيب. في البدايه ببارك لك طبعا، ما شاء الله يعني انبي بدايه قويه في كل المسابقات ونتائج فوق الممتازه. طمنا الاول على قطاع الناشئين بانبي يا كابتن محمد. والله الحمد لله القطاع ماشي كويس، والحمد لله ابتدينا السنه دي من بدري شويه، عملنا اختبارات لفينا تقريبا كل محافظات مصر، وعشان اللعيبه مواهب من الاقاليم ومن محافظات مصر كلها، عشان نحاول نعمل الدور اللي النادي الاهلي ونادي انبي ونادي المقاولين ونادي الزمالك وكل انديه مصر الحقيقه الانديه الكبيره بتحاول تعمله، وهو اكتشاف المواهب. من لان احنا لو ما رحناش للناس دي في مواهب كتيره جدا يا كابتن اسامه ممكن تضيع في هذا الموضوع. فالقطاع الحمد لله ماشي بخطى ثابته، وان شاء الله يبقى موسم خير على الكره المصريه كلها يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وحضرتك بتتكلم عن انتقاء المواهب واكتشاف المواهب، ايه رايك في القرار اللي طلع بيمنع انتقال اللاعب اللي بيبعد عن محل اقامته عن ناديه 50 كيلو من الانتقال لهذا النادي؟ طبعا يا كابتن لو هنتكلم فني الموضوع، انا نفسي الاقي ميزه واحده في القرار ده. اي ميزه صدقني هندعمها، بس للاسف انا مش لاقي ميزه في القرار ده. كل اللي انا شايفه ان احنا بندفن مواهب كبيره جدا وكتيره جدا. حضرتك لسه قايل ان الكابتن محمد صلاح، انت لو عديت انت طبعا عشان وقت البرنامج، بس ده محمد صلاح واحمد حسن وعبد الستار صبري، نجوم كتيره، مواهب كبيره طبعا في الكره المصريه، كبيره وكتيره يا كابتن اسامه، وحضرتك ادرى مني في الموضوع ده. بس صدقني مفيش ميزه غير مش عارف يعني المواصلات مثلا، زحمه المواصلات انا مش يعني في الحقيقه انا مش شايف حاجه. انما المشكله يا كابتن اسامه هو دور الانديه، دور الانديه ايه يا كابتن اسامه؟ ان احنا نكتشف هذه المواهب عشان في الاخر تصب في مصلحه مصر اللي هو منتخبات الناشئين، منتخب مصر الاول. يعني احنا لينا دور لازم نعمله، احنا كده بنبعد عن الدور اللي احنا بنعمله. انا القصه مش مساله بطوله او واخد بطوله يا كابتن اسامه، انت بتصنع لاعب، انت بتصنع نجم، بتجيبه من مكان هو ما يقدرش يجي لك، انت بتجيبه وبتسكن موهبته زي ما حضرتك بتقول. ده دورنا، دور الانديه. انما الاتحاد الحاجه اللي مزعلاني جدا في الموضوع ان احنا كمان ما قعدناش زي ما حضرتك كنت بتتكلم على مسابقات قطاع البراعم. حاجات كتيره قوي بياخدوا قرارات من غير ما يرجعوا. حضرتك كنت بتقدمني بتقول المتخصصين، احنا يعني النهارده بعد القرار ده كابتن محمد اتحاد الكره ما رجعش للمسؤولين في الانديه ولا رؤساء قطاعات الناشئين ياخد رايهم كمان في هذا القرار؟ لا خالص خالص. ومفاجاه يعني، انا بقول لك انا لفيت محافظات مصر وعملت اختبارات تقريبا ل 25,000 واحد يا كابتن اسامه، وفي الاخر عشان افاجئ بقرار. طب ما تقعد معايا وبلغني يعني، خلي في تشاور. احنا عايزين القصه تمشي ناحيه علميه شويه، احنا عايزين نبني جيل دلوقتي يا كابتن بالعالم كله. هسالك سؤال يا كابتن اسامه، ده كبرى انديه اوروبا، كبرى انديه اوروبا بيعملوا اكاديميات في كل بلدان افريقيا عشان يروحوا ينطقوا المواهب والبراعم وياخدوها هناك في اوروبا. انت الفيفا يعني، انا مش فاهم يعني هو احنا بنمشي ليه عكس التيار تملي يعني؟ ليه عايزين نهجر؟ الحاجه الاخيره معلش انا اسف الحته دي، لا اتفضل. هو ولي الامر يا كابتن اسامه اللي هو ابو اللاعب اللي احنا هنجيبه ده، هو ده مش حقه انه يختار المكان اللي ابنه يلعب فيه؟ طبعا. انت ليه حرمه من حقه؟ ليه حرمه ان هو يروح نادي زي الاهلي حلم حياته ان هو يلعب فيه ويبقى نجم و ده حق من هو انت بتاخده منه بدون داعي في الحقيقه انا شايف. لا الحاجه الثانيه يا كابتن محمد، هل دلوقتي مركز الشباب اللي جنب بيته او النادي الصغير اللي جنب بيته، هل في الامكانيات الكبيره بحجم انبي من ملاعب ومن خبرات مدربين يعني يقدر يطور الموهبه دي، ولا هيفضل لمده 5 6 سنين محلك سر؟ طبعا هيفضل اللي انت حضرتك بتقوله. زائد كمان حاجه، طب هنفترض يا كابتن اسامه ان النادي اللي هو فيه في محافظته هيقدر يعمل له حاجه، نفترض. طب النادي ده ما هو هيأيد عدد هو مسموح له ان يأيده، طب الباقي يروح فين؟ مظبوط. يعني باقي اللعيبه الموهوبه دي تروح فين؟ ما هو انت معنى ان انت بتقفل بتقوقع المواهب في مكانها ده مش صح. يعني لازم الاتحاد، اتمنى كابتن اسامه ويبقى من منبرك ده. هل في نيه للاعتراض رسميا يا كابتن محمد؟ طبعا او تقديم احتجاج مثلا اتحاد الكره علشان ينظروا فيها؟
احنا هنقدم طبعا مذكره للاتحاد ونطالب ان احنا البند ده يتراجع تاني، على الاقل لو هم مصممين على هذا القرار اللي انا مش مقتنع بيه في الحقيقه، بس يدونا على الاقل وقت نعرف نفكر نعرف هنعمل ايه. ان انا القرار ده يا كابتن اسامه والله والله بقولها تاني اهو، لو انا شايف فيه مصلحه لاي حاجه انا معاه ما عنديش مشكله، بس ما فيش مصلحه يا كابتن اسامه، انا شايف ان ده قرار ضد الكره المصريه. انت بتتكلم في براعم يا كابتن اسامه، بس خلي بالك البرعم ده هو اللي انت بتبني عليه جيل بعد كده، الموضوع مش سهل، مش مجرد انه عيل صغير او طفل صغير او لاعب صغير الموضوع يبقى سهل، لا ده انت بتبني، ده بدايه مولد نجم يا كابتن اسامه، حقيقة انا حقيقة. تملي اسامي الاختبارات دي بدايه مولد نجم. حقيقة. وانا بضم الصوت لصوتك يا كابتن محمد، واتمنى يكون في حل سريع لهذه المشكله، وايضا قبل الحل لازم اتحاد الكره يشارك رؤساء قطاعات ايوه الناشئين في الانديه، الناس اللي تمام عندها خبرات وزي ما بيقولوا بلغه الكره ناس عايشه في المطبخ على طول، وده في كل المشاكل دي. نناقش بس مجرد السلبيه يا كابتن اسامه، انا اسف الحته دي، نناقش سلبيات الموسم اللي فات ونشوف هنعمل ايه في الموسم اللي جاي، مش اكتر من كده بس. اشكرك كابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بي ام بي، اتمنى لك كل التوفيق. كابتن محمد اسماعيل عامل شغل اكثر من رائع في قطاع الناشئين بي ام بي، وما شاء الله دلوقتي ماشي ند بند لكل الانديه الكبيره وبينافس على كل البطولات.